شكرا السيد النائب. بغيت نذكر بان المكتب الوطني للسكك الحديديه تبنى مخطط تنموي طموح تهدف تحسين الخدمات المقدمه للزبناء لا بالنسبه للمحطات ولا على متن القطارات، وذلك من خلال الاستثمارات المهيكله الهائله اللي انجزها المكتب خلال العقد الاخير، ابرزها طبعا انجاز الخط الفائق سرعه بين طنجه والدار البيضاء والتثنيه الكامله للسكه بين الدار البيضاء ومراكش اللي انطلقت الخدمات بها من خلال قطار البراق من جهه وقطارات الاطلس في اتجاه فاس مراكش خريبكه اسفي وجده والناظور بمزايا عديده تتمثل في تقليص مده السفر وتعميم الحجم المسبق لضمان المقاعد لجميع الركاب، وهو ما مكن من تسجيل قفزه نوعيه في انتظام القطارات واحدث تحسنا ملحوظا في مؤشر رضا الزبناء. على مستوى القطارات يقوم المكتب حاليا بتحديث وتجديد اسطول الكلاسيكي باستثمارات مهمه تتمثل في اقتناء 30 قاطره كهربائيه جديده جديده اللي تم استخدامها كقطارات نقل المسافرين بقيمه 1.5 مليار درهم، كما ان المكتب اعد برنامج باش يقتني 80 الى 100 قطار جديد ذاتي الجر مجهز باحدث تقنيات نظام السلامه والراحه باستثمار يقدر ب 10 مليار درهم، بالاضافه الى استكمال برنامج اعاده تاهيل القطارات والعربات الحاليه. وعلى المستوى المتوسط والبعيد اعد المكتب مخطط طموح لتغطيه واسعه للتراب الوطني بالشبكه السككيه تهدف لانشاء 1300 كيلومتر من الخطوط السريعه 3800 كيلومتر من الخطوط السككيه الكلاسيكيه باش يربط 43 مدينه مغربيه ببعضها عوض 23 اليوم، ويربط الساكنه بمستوى 87% بدل 51 حاليا. وكيف كنت قلت هذا الغلاف المالي ديال هذا المشروع الكبير تقريبا 400 مليار ديال الدرهم. شكرا.